كان يعجب المريض قد فك الضماد حقه. نقول له ليش اللي صار معاك؟ يقول فك الضماد يضربوني على مكان الرصاص. يقولوا لي قل رئيسي علي عبد الله صالح بهذه الطريقه. وكانه يقول له ينطقوا الشهاده، بس الشهاده على طريقتهم طبعا. بس يا بحده قام يزبط معه، وانا قمت زبط معه مكان الجرح، وانا قمت وهو قام يسب لنا يقول لنا ترحل الله عنكم يا مخانيث، انتم نجسين، انتم كلاب، انتم ما يصلح تدخل الجامع، انتم ترحلوا ربكم، هذا علي ربكم، هذا المفروض تعبدوا عباده.